السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلوبكم ليست أكواب قهوة لتكرموا بها كل ضيف يأتي لكم، فاحفظوها لمن يستحق. أقيم جنازة لبقايا الماضي، الآن أجمعها لأدفنها وأقف دقيقة حداد. أبدأ من جديد هذه الحياة، قلب دامي وجرح نازف، ومع ذلك بسمة الرضا تداعب الشفاه. فهي بداية خالية من كل أسباب الضياع، خاوية من غش وخداع، لا مكان فيها لشردمة الفساد. فبحر التجارب علم هذه الروح قول لا، علمها أن تستشعر نوايا الأذى وصوت الأذغان.